في كتاب كان بيتباع، سلسلة الألف كتاب الثانية، اسمه إضمحلال الإمبراطورية الرومانية. الموضوع ده أنا عملت عليه كذا موضوع بس زمان، بحاول أنوه تاني ليه. فهذا الكتاب كان بيتباع في الهيئة العامة للكتاب، مصرح به، اسمه إضمحلال الإمبراطورية الرومانية الثانية، تأليف إدوارد جيبون. هذا المستشرق، يعني أنا عايز أقارن بس بين المستشرقين، الناس اللي في الغرب لما بيجوا ينقضوا حاجة ينقضوا يشوفوا الحاجة الكويسة والحاجة الوحشة، يعني يقولوا الحاجة الكويسة ويقولوا الحاجة الوحشة. أما عندنا هنا المسخ الموجود في المجتمع بتاعنا، مفيش أسوأ من أنت تلغي عقلك وتتبع القطيعة. مهم يعني حتى كمان المتنورين فبتلاقيهم على مدى الخط منحزين برضه. فما يجي مثلا ينقضوا النبي محمد، هو فعلا إدوارد جيبون في الكتاب الإمبراطورية الرومانية الثانية، ها اللي كان بيتباع في الهيئة العامة للكتاب المصرح به، فنقد، مش نقد يعني، قال رأيه في نبي محمد، كان رأي مختصر يعني عقلاني وعظيم جدا، هقول لكم عليه. بيقول إن هو عظيم جدا، شخصية عظيمة جدا، وليه محاسن، لأنه جمع الشتات، ما أتذكره يعني، جمع الشتات بتاع شبه الجزيرة العربية وعمل دولة قوية من قبائل متبعثرة. وإن هو كان سامح جدا في أول حياته، وشخصية نبيلة جدا، وشخصية فعلا، وأنا موافق على الرأي ده جدا، حقيقي أنا موافق على الرأي ده. مش لكن اللي أنا بقول عليه إن مفيش حد من غير أخطاء، النبي محمد دي أخطاء، الناس اللي ورا النبي محمد شوهوا صورته خالص، ومحدش عارف ظروف الراجل ده كان عايش إزاي في هذا العصر وفي هذا الزمان. لكن الصورة النتيجة اللي احنا فيها النهاردة إن احنا كلنا بندفع الثمن، من الصورة اللي أنا بدفع الثمن، أنا بدفع الثمن غالي، محدش عارف فيها إيه، من هذه الصورة المشوهة اللي وصلتنا دلوقتي بدفعها دبل، لأن في صورة مشوهة من الناحية التانية. فتلاقي المسخ اللي عندنا ينقضوا في النبي محمد، شايفين له أي حاجة حلوة، ما فيش حاجة حلوة، يبقى متنور وشايف إن الحل الوحيد الإسلام ده ينتهي. ما احناش ضد الإسلام، أنا مش ضد الإسلام بجد، لما قعدت مع الدولة أنا مش كذاب، ما عنديش مشكلة مع الإسلام، أنا مشكلتي حقيقة مع نظام العسكر السيسي الكذاب اللي أنا طلعته كذاب، اللي عمال يقول الإخوان كذابين، الناس عمالة تقول إن أنا إخوان عادي. ماشي، وش هو السجن؟ أحمد طنطاوي دخل السجن، أحمد طنطاوي رشح نفسه وعمل فيديوهات وقال إن هو مش عارف يجيب جامعة توكلات، أنا مش عارف أطلع بطاقة، أنا بكلم المسؤولين اللي في مصر، أنا مش عارف أطلع بطاقة، أنا سناني بتكلمكم، في مشكلة في سناني، عصب مقتلني، مش عارف أطلع بطاقتي، اتعرضت لتنكيل وظلم بشع من هذا النظام اللي بيعامل معايا ان انا كافر واستحل مال ودم وبتاع. الصوره النهائيه للدين الاسلامي اللي موجوده في، مش الدين الاسلامي بس، ده موجوده سمة عامة، انت بتعامل المؤسسه العسكر دي اسرق من غير ما حد، انت شجري اسرق من غير ما حد يشوف المعنى اللفظي، يعني انا بقول في اليوتيوب لكن هو بيقوله كده، يعني الثقافه بتاعه السيسي بتاعه العسكر ما بيقولوش الكلام ده، بس يعني هقولها برضو بادب، اغتصب من غير ما حد يشوف أداة اغتصابك، أداة الاغتصاب اللي انت بتغتصب بيها، اسرق من غير ما حد يشوف ايديك، كلمة قبيحة دي. فانا برضو بتعامل برضو مع الناس ان انا مش عايز اقول الكلام ده، لكن هم بيتعاملوا بهذا الشكل، يشوفوا حد يعرف يأكل. انا عرفت اكل حد كله، اللي تعرف تاكله كله، هذا منطق الغابة، منطق ليس فيه شرف البتة، ليس فيه شرف البتة. ما علينا، ارجع تاني، انا انسانيا مش عارف اطلع بطاقتي، انا انسانيا بكلمكم، انا الصوره الصعبه جدا ان انت تلغي عقلك وتخش في المفرمه او في المصنع القالب المتقولب اللي هو مسيح شايف الاسلام هو الغلط خالص، او شايف الاسلام هو المسيح هو الغلط خالص. اللي انا شايفه المسيح والمحمد ناس عظماء، المسيح انا حاسس من قد ايه الغالب، وانتوا بتثبتوا ان هو اتقل موت اتنقص، ممكن قد يكون اتنقص، ممكن قد يكون ما اتنقصش، لكن الصوره النهائيه ان في ضحايا وفي ظلم بشع انا بشايفهم حوالين مني، اللي انا شايفهم النهارده من جراء هذا الظلام اللي احنا عايشين فيه. طيب انا بحب مين؟ انا بحب حد هي عارفاه، وبحب المسيح وبحب محمد، مش خوف ولا اي حاجه، انا بقول لكم رايي، لكن المسيح ليه اخطاء، قال من يقول رقم اخيه، وانا بشتم، بس انا مش نبي ولا اله، ولا قلت لكم انا اله، ولا قلت لكم انا معصوم خطا، ولا قلت لكم انا كامل القداسه، انما انتم بتقولوا ان المسيح كامل القداسه. طب نشوف الصوره اللي انتم بتعرضوها ايه، هنلاقي ان هو بيقول من يقول رقم، انتوا بتعرضوا تقولوا من يقول رقم رقم اخي، تمام. طب السي في اللي انتوا عارفينها ايه؟ ان هو شتم وقال ايها الافاعي، لا يطرح خبز، لا يطرح مش لا يعطى كمان، لا يطرح خبز البنين الكلاب.
طب اديني منطق، ما هو العلبه ما فيهاش فيل، العلبه ما فيهاش فيل، مش هي اسطمبه كده وخدها كده. محمد، محمد شخص مش ممكن يتقال تاني، اقولها الكلام عظيم جدا. اللهم لك اشكر ضعف قوتي وقله حيلتي، وانا يا ارحم الراحمين، انت انت رب المستعفين، انت رب الى من تكلوني، الى بعيد نتهاوني، ام الى عدو ملكت امري، ان لم يكن بي غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له سمو الظلمات ان يحل علي غضبك او انزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. هذا شخص عظيم، الدعاء ده انا بحبه جدا. الدعاء ده كتبه شخص نبيل جدا، او قاله شخص نبيل جدا في ظروف نبيله جدا. انما القداسه اللي انتوا بتقومون بيها دي، انا بعرض في هذا الفيديو كلام عبقري ومنطقي وعقلاني لحد هنا في في مصر، رغم ان هو برده مش يعني برده هو واقع في البلاعه الكبورت اللي احنا كلنا واقعين فيه، فبينحاز برده بشكل ما، ولكن انا شايف رايه عقلاني جدا في حاجات كتيره، وفي حاجات كتيره هو مش عارف يقولها عقلانيه مش مجتمع. فالمهم ان هو بيقول على الخلاص اللي هو ان ان المسيح اتطلب مع مجرمين. انا ممكن معرض ان انا اخش، انا شخص دلوقتي بعتبره الازدراء جريمه ضد الشرف. انا بكلم الناس المحترمين اللي في مصر يعني، فيحل ماله وادمه شيء بشع. في الاخر لما تكون انا ضحايا زي دول، يقول لك عملت فيديو زمان 3 دقائق ولا حاجه وعجب البنت اللي بحبها، اللي هو مين قتل شادي؟ شوفوه مين قتل شادي، شوفوه على قناه اليوتيوب مين قتل شادي. فهم كلهم بعد كده يقولوا ان انا فادتهم، او ان انا ان انا ده كافر وما في 60 داهيه. المهم انت دينك، او اسوء حاجه ان البني ادم يبقى مجرم حتى تسكت ديانته. فعلا انا بتمنى الحريه، بتمنى ان احنا شاغل عقلنا، عقلنا هو اللي يسود مش الانسانيه، ما نزدريش الانسانيه، ما نزدريش العقل، ما نزدريش المستشرقين يعني بيقولوا اراء عقلانيه. احنا هنا مسخ حزين. مانيش ضد اي دين والله، لكن الاديان كما انا افهمها، الاديان كما يفهمها العقل، ولكن ليس الصوره المشوهه اللي موجوده فيها دي خالص. احنا عايشين صوره مشوهه، يعني عايشين صوره مشوهه، حتى الحب بقى مشوه، حتى انعدام ان انت تقول ان واحده ولا واحد يقولوا يعني ادوس والقش والواد الشباب اللي طالع عامل القش، الناس قش، الناس حلوه. انا بتكلم بعمل فيديو ده عشان خاطر عارف ان في ناس حلوه في مصر، عشان خاطر عارف ان في ناس حلوه في مصر، لكن للاسف الشديد انتوا ملكتوا ناس نوتنا. شكرا.